الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي كتاب قلوب المرام من أدلة الأحكام قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن أيوب السختياني الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وأتبعه بحديث علي بن أبي طالب، وحديث علي يبين العلاقة بين هذا وبين كتاب البيوع. ما هي العلاقة بين كتاب البيوع وبين التفريق بين الوالدة وولدها والأقارب؟ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم الطبراني وابن القطان. فهذا الحديث له شواهد، والتفريق بين الوالدة وولدها أو بين الأقارب في البيع، والمقصود بيع العبيد والإماء، المقصود إذن هنا بيع الأرقاء الرقيق، بيع الرقيق. فهذا الحديث يفيد تحريم التفريق بين الأرقاء ولو بعد البلوغ. طبعا التفريق بين الوالدة وولدها، هذا ولد صغير محتاج إلى أمه في رضاعه وحضانته، التفريق بينه وبين أمه واضح ضرره، واضح الضرر على الولد وكذلك على الأم نفسيا. طيب لو قيل بعد البلوغ، بعد البلوغ، فالعموم عموم الحديث يقتضي منع التفريق ولو بعد البلوغ. ولذلك قال صاحب الإقناع في الشرح، صاحب شرح الإقناع: يحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم ببيع أو قسمة أو هبة أو نحوها، لأنه قد يقسم مثلا أمير الجيش يقسم الغنائم فيهم أرقاء، الآن هؤلاء الذين أخذوا أرقاء وسبي يفرقهم على الجيش، فهل يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها والأخ وأخيه؟ كذلك لو واحد عنده عبيد وإماء فوهب لشخص مثلا ولدا وأمه عنده، ووهب الولد لشخص آخر، الهبة هذه هل تصح؟ هو ليس بيعا، فلذلك لا يجوز لا بالبيع ولا بالهبة ولا عند التقسيم، تقسيم المغانم لا يجوز التفريق ولو بعد البلوغ لعموم حديث أبي أيوب: فألحقوا ذوي الأرحام بالوالدة والولد، ألحقوا ذوي الأرحام بالوالدة والولد. وبعض العلماء قصر تحريم التفريق على ما في النص ولم يعده إلى غيره، فاقتصر فقط على ما في النص، النص الوالدة وولدها. طيب فإذا الوالد وولده، طيب غير هذا مثلا الشخص وعمه، مثلا شخص وخاله، فقالوا نقتصر على ما في الأحاديث، على ما في الأحاديث. واستثنى العلماء العتق وافتداء الأسير فأجازوا التفريق فيهما، وقال في شرح الإقناع: إلا بعتق فيجوز عتق أحدهما دون الآخر، أو افتداء أسير مسلم بكافر فيجوز التفريق بينهما للضرورة. فإذا لو قال مثلا واحد عنده أخوين، عنده أخوان من الأرقاء، فأراد أن يعتق، فأراد أجر العتق، أراد أجر العتق وهو محتاج لواحد، يحتاج لواحد من الخدمة والعمل، فهل نقول له أبقيهما عندك جميعا أو أعتقهما جميعا ولا بد؟ فيقول: أنا لا أريد أن أعتقهما جميعا، أنا أحتاج واحد للخدمة وأحتاج واحد ليعمل عندي، في عندي مهنة أو مصنع أو ورشة أو مزرعة، ولكن الآخر أريد أن أكسب بالأجر في عتقه.
فيقال لا بأس إذن أن تفرق هنا لأجل مصلحة العتق، أن مصلحة العتق أكبر من مصلحة إبقائهما معا. كذلك لو قال مثلا لو صار الآن هناك مفاداة مبادلة للأسرى المسلمين، فقيل هذا أسير مسلم عند الكفار يراد مبادلته بواحد عندنا موجود، فقال أنا عندي أخوان أنا مستعد أدفع واحد لمبادلة هذا الأسير المسلم، فمصلحة مبادرة الأسير المسلم أكبر من مفسدة التفريق، ومفسدة ترك الأسير المسلم أكبر من مفسدة التفريق. ولذلك فلا بأس بالتفريق في مثل هذه الحال. وطبعا الحكم أصلا عدم التفريق يدل على رحمة الشريعة، رحمة الشارع، وأن الشريعة مبنية على الرحمة والرأفة والنظرة الكريمة للناس ومعارعة أحوالهم ونفسياتهم، وأنهم لا يعذبون ولا يهانون، وأن الأسير في الإسلام له حقوق معتبرة وله حرمة. والحديث يدل على أن العقود التي تجري على خلاف الشريعة لاغية، وأنه لو صار بيع من هذا يلغى العقد. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلى السعر ارتفعت الأسعار، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث له طرق له شواهد، وعند أحمد وأبي داود وابن ماجه والبزار والطبراني وأسانيد بعضها حسنة، فالحديث صحيح بمجموع الطرق. والغلاء ارتفاع الأسعار عن الثمن المعتاد ارتفاعا كثيرا، هذا يسمى غلاء في اللغة. والسعر ما يقوم عليه الثمن، ثمن السلع معروف. وسعر لنا حدد لنا أسعارا للبيع بحيث يلتزم بها الناس دون زيادة ولا نقصان، هذا التسعير، وضع أسعار لا تتجاوز. وقوله في الحديث إن الله هو المسعر القابض الذي يضيق الأرزاق على بعض الناس بحكمة، الباسط الذي يوسعها بحكمته. وهذه الأسماء المتقابلة مثل القابض الباسط، القابض الباسط، لا ينبغي أن يوصف الله بها إلا مقرون أحد الوصفين بالآخر، فالضار والنافع والقابض والباسط، لا يقال واحد منهما دون الآخر، وإنما يقال الاثنين حتى يتبين المعنى، حتى يتبين المعنى. ولذلك لا يسوغ أن يقال عبد القابض عبد الضار مثلا، لا يسوغ هذا. وإذا أردنا وصف الله بواحد أتينا بالآخر، لأن الواحد وحده، الاسم هذا وحده لا يعطي المعنى كاملا، لا يعطيه كاملا إلا باقترانه بالاسم الآخر. فهذه من الضوابط في مسألة الأسماء والصفات، أن مثل هذه الأسماء والصفات لا تقال عن الله إلا والواحد مقترن بالآخر. وأما بالنسبة لما دل عليه الحديث فقد زادت الأسعار في المدينة ذات مرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصار غلاء ارتفعت الأسعار، ولعل ذلك لقلة الأمطار والقحط وانقطاع الطرق التي كانت تنقل بها البضائع بين المدينة والشام، ما نقلت أغذية في هذه المدة فارتفعت أسعار الموجودة في الغلاء. وهذا معروف يحدث في الحروب وفي غيرها، يحدث هناك الغلاء وارتفاع أسعار السلع، وبالذات السلع الغذائية التي يحتاجها الناس. فجاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون، يقولون غلت الأسعار جدا، نطلب منك أن تتدخل، باعتبارك الحاكم أن تتدخل
وأن تجعل للتجار سعرا معينا وربحا معينا يربحونه، تضع سعر معين لا يزيدون عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض ذلك وأرجع الأمور إلى أصلها، أن الله هو المتصرف وهو القابض الذي يقبض على عباده ويقبض عليهم ويضيق عليهم إذا شاء لحكمة، وهو الذي يوسع إذا أراد أن يوسع وسع عليهم لحكمة سبحانه وتعالى، حكمته اقتضت هذا. وأن التسعير تحكم في البائعين، والأصل أن البائع يبيع بما أراد، هو السلعة سلعته، السلعة سلعته، فيجوز أن يبيع بما شاء، فالتدخل للتسعير عليه وإلزامه بسعر معين فيه إجبار له على شيء هو من حقه أن هو من حقه عكسه. ولذلك رفض أن يتدخل عليه الصلاة والسلام في موضوع التسعير، وقال إني لأرجو الله أن يقبضني، أو أخبر أنه يرجو أن يقبضه الله ويميته وينقله من هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى، ولا أحد يطالب بمظلمة في دم ولا مال. وهذا يدل على ورع الحاكم، وأنه ينبغي عليه أن يحذر من ظلم الناس، وأن يكون على غاية الانتباه أن يعتدي على أحد أو يظلم أحد أو يتحكم في أحد بطريقة غير جائزة، فيتحكم فيه مثلا يلزمه بأشياء غير ملزمة لا يلزمه الشرع بها، وبالتالي يكون ظلمه. الحاكم طبعا إذا ظلم فإن الظلم يشمل ليس واحد ولا اثنين، الآلاف والملايين من الناس، لأنه يكون كالقانون العام. فلذلك يجب الانتباه جدا في وضع القوانين هذه التي يلزم بها الناس، لأنه إذا كان فيها ظلم فإنه يكون يوم القيامة إذا جاء تعلق هؤلاء الملايين كلهم برقبته ويقول ظلمتنا وجعلت علينا قانونا، ظلمتنا نريد حقنا منك، نريد حقنا منك. وهنا من أين سيعطيهم، فيكون من أشد المفلسين لكثرة المطالبات، وخصوصا إذا كان ليس ذا صلاح ودين وعمله الصالح قليل، فمن أين سيعطيهم. وفي هذا الحديث إذن تعظيم ظلم الناس في دمائهم وأموالهم، وعظم خطر ذلك يوم القيامة، وأن الأصل لا يسعر للناس أسعار، يتركون يبيعون كيف يشاءون، يترك السوق حرا، هذا النظام الإسلامي أصلا، يترك السوق حرا، السوق يحدد سعره بنفسه، لأن هؤلاء التجار إذا كانت الأسعار حرة عندما يرون أن هناك انفتاح وحرية كل واحد يبيع بما شاء، فيذهب الناس إلى الأرخص، فعند ذلك السوق يحدد سعره بنفسه، هذا هو الأصل. وفيه إثبات تفرد الله تعالى بالملك والتصرف، وأن الله عز وجل هو الذي له الحق أن يتصرف ويحدد لعباده أشياء، الملك ملكه والعباد عبيده، فهو يتصرف بهم بما شاء، سواء في حال السعي في حال السعة أو في حال الضيق، في حال الرخاء أو في حال الشدة، وهو الحكيم سبحانه وتعالى. وإذا كان الحديث طبعا يدل على تحريم التسعير على الناس في أسواقهم وبيوعهم، أنه لا تسعير ولا تدخل من قبل حاكم في موضوع التسعير. وإذا كان هذا ظلما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم تسعير، كيف الحكومات التي الاشتراكية التي تسلب الناس أصل المال، ما هو فقط يسعر يقول هات مال ممتلكات، ما لك ممتلكات، صادروا مزارعهم، صادروا بيوتهم وعقاراتهم، صادروها، قالوا ما في ملكية، أمموها، ما هو فقط حد الأسعار، أمموها، كيف سيلقون هؤلاء ربهم يوم القيامة، هؤلاء الاشتراكيون الذين أمموا ممتلكات الناس وصادروها وأخذوها ووزعوها بزعمهم على البقية، واصطفوا لهم لأنفسهم أشياء خاصة ولذويهم من النفائس والأشياء التي لها أقيام فأخذوها ظلما وعدوانا.
ثم إذا كان التسعير ممنوع، إذا كان التسعير ممنوع في الأصل، يعني في الأصل، لأنه سيأتي الآن حالات يجوز فيها التسعير، لكن إذا كان التسعير في الأصل ممنوعا، الأصل أن لا يتدخل، لا يكون هناك تدخل في الأسعار، كل تاجر يبيع بما شاء، والمشتري حر يشتري من أين، من أي تاجر يشاء. فإذا كان هذا التسعير ممنوع، فما بالك بفرض الضرائب والرسوم والتعريفات التي فيها أخذ من أموال الناس بلا حق، بل إلحاق بعضهم بالفقر والفاقة، وتحولهم إلى أهل ديون، أهل ديون متراكبة عليهم. طيب ماذا بالنسبة لي يعني التسعير الآن من جهة التفصيل؟ يعني عرفنا الأصل أنه لا تسعير، الأصل لا يتدخل حاكم في التسعير، السوق مفتوح، كل يبيع بما شاء. هل في حالات يجوز فيها التسعير؟ يعني مثلا قد يتفق التجار على احتكار السلع، يعني ممكن في بعض الحالات أن يكون هناك ضرر شديد بالناس. طيب إذا اجتمع التجار واتفقوا على توحيد الأسعار بينهم رفعها كلها، فهذا يعني ظلم. فهل إذا وصلت القضية لهذه الدرجة الحاكم ممكن يتدخل؟ يعني الآن ما صار أيضا سوق بريئة، وإنما في مؤامرات من التجار على الناس، ما صارت سوق بريئة مفتوحة، فهل في هذه الحالة يحق الحاكم أن يفعل شيئا؟ قال ابن القيم رحمه الله: التسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح يعني الله لهم، فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز بل واجب. وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير، يعني صار اضطراب واضح في البلد، خلل واضح جدا، مثل مؤامرة بين التجار، سلع أساسية كالمواد الغذائية يملكها ناس معينين من التجار، قلة في البلد، اجتمعوا تآمروا ورفعوا الأسعار، اتفاقية بينهم، وصار ليس بإمكان الفقير أن يشتري، وصارت أكثر دخول الناس تذهب إلى هذه القلة القليلة في البلد، لأن الناس يحتاجون إلى الأغذية، وقد ارتفعت الأسعار جدا، وصار أكثر دخول الناس تذهب فيها، والذي يريد أن يتزوج لا يستطيع الزواج، والذي يريد أن يعالج ولده لا يستطيع العلاج، لأن هذه المؤامرات قد امتصت أكثر أموال الناس، صار في ظلم. إذا صار في ظلم يتدخل الحاكم لرفع الظلم، لكن في الأحوال العادية إذا ما وجد مؤامرات ولا وجد، السوق مفتوح، التجار كل من يبيع بسعره، والناس يذهبون إلى من شاء، إذا هذه السلعة عند فلان مرتفعة ذهبوا إلى آخر، السوق حرة ومفتوحة وشيء حقيقي، ما فيه مؤامرات من أحد، فلا يجوز في هذه الحالة للحاكم أن يتدخل. فإذا اندفعت حاجة الناس وقامت مصلحتهم بدون التسعير، يعني بدون تسعير وضع مقبول، لا يجوز لحاكم أن يتدخل في التسعير. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: الذي يظهر لنا وتطمئن إليه نفوسنا ما ذكره ابن القيم من أن التسعير منه ما هو ظلم ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز. يعني سيأتي الآن على المسألة هذه في قضية الاحتكار،
يعني لو واحد لو التجار هؤلاء القلة احتكروا السلع وأغلقوا المخازن ومنعوا السلع من السوق حتى يضطر الناس للبحث عنها بجهد جهيد وشدة، عند ذلك يبدأ ينزلها بالقطارة بأسعار مرتفعة. طيب افرض أن النصارى في مجاعة في البلد، ممكن المجاعة البلد في مجاعة ممكن، والسلع موجودة عند التجار في المخازن مغلق عليها يرفضون البيع للناس والناس يموتون في الشوارع. ممكن الآن تأخذ البضاعة بثمن المثل، تفتح المخازن للناس، يسجل على كل واحد ما أخذ، وإذا انتهت الأزمة كل واحد يرد للتاجر مثل ما أخذ أو يعطي ثمن المثل. أخذ كيس رز يرجع كيس رز، ما عنده يرجع الثمن. هذه حالات الاضطرار لها وضع خاص، لكن الشاهد أن هناك معاوضات أحيانا بثمن المثل مفروض تفرض على التجار. فالتسعير جائز بشرطين، أحدهما أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس مثل المواد الغذائية الأساسية. أما يعني ثريات نجف هذه ليست مما تتعلق به حاجة الناس الأساسية. ثانيا أن يكون الغلاء لقلة العرض أو كثرة الطلب، فمتى تحقق فيه الشرطان كان عدلا وضربا من ضروب رعاية المصلحة العامة كتسعير اللحوم والخبز والأدوية ونحو هذه الأمور. في سلع معينة في هذه الحالة يجوز فيها التدخل للتسعير كاللحوم والأدوية والخبز والرز والحبوب. نعم، أما السجاد والنجا وغيرها من الأشياء هذه لا يمكن أن يقال لكم أن تفاعلوا فيها. وقد ناقش المجمع الفقهي موضوع تحديد أرباح التجار وقرر أولا الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثانيا ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. وثالثا تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. رابعا لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا عن عوامل مصطنعة مثل ما ذكرنا في مؤامرات التجار مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغب الفاحش. موضوع الاحتكار هذا أورد له المصنف رحمه الله الحديث الذي يليه، وهو حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. ما هو الاحتكار؟ شراء الطعام وأقوات الناس للتجارة وحبسه يتربص به الغلاء. فإذا واحد يقوم يشتري الأشياء التي في السوق يخزنها عنده، يتربص أن يحدث أزمة في البلد لكي يطرح السلع بالسعر المرتفع جدا. هذا الإنسان يتآمر ويفعل هذا الشيء تخطيط وعن عمد وسبق إصرار، ويترصد للغلاء لكي والأزمة يترصد الأزمة لكي يطرح ما عنده على الأسعار. استغلال حاجة الناس استغلال حاجة المسلمين أمر سيء،
الواحد يأتي في الأزمة ليعمل مثل هذه الأعمال، ولا يرضى أن يفعل به ذلك، فكيف يحب، كيف يفعل للناس ما لا يحبه لنفسه، ما لا يحب أن يفعل معه؟ وقوله لا يحتكر إلا خاطئ، كلمة خاطئ هنا المقصود الخطأ التام المأخوذ به الإنسان، وليس الخطأ الذي هو لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وإنما المقصود الخطأ، الخطيئة والظلم، أنه ظلم خطيئة. قال الله تعالى عن شجرة الزقوم لا يأكلها إلا الخاطئون. فالاحتكار شراء السلع وحبسها حتى إذا قلت في السوق واحتاج الناس وصارت أزمة يبدأ هو يخرجها بأسعار مرتفعة. العملية هذه يمكن أن تقع في سلع تتعلق بها حاجة الناس الأساسية، ممكن يفعلها في سلع ليست كذلك، ولذلك قسموه إلى احتكار محرم واحتكار جائز. فالاحتكار المحرم في قوت الآدميين، إذا صارت المسألة متعلقة بالأقوات، وهذا التقييد أخذوه من رواية للحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام، فإذا المسألة مصبة على الأطعمة التي تتعلق بها حاجة الناس. فعند ذلك يكون فاعله عاصم آثم مرتكب للخطيئة. أما الاحتكار الثاني احتكار الأشياء التي لا تعم الحاجة إليها كالعسل والثياب والحيوانات وغيرها، فإذا احتكر في الطعام يجبر المحتكر على البيع كما يبيع الناس دفعا للضرر، هذا هو الحكم. فإن أبى أن يبيع ما احتكره من الطعام قال أنا غير مستعجل، لا لماذا تلزموني بالبيع؟ أنا لا أريد أن أبيع الآن، أنا حر، أبيع بعد 6 أشهر، أبيع بعد سنة، حر أنا. والناس في أمس الحاجة للسلع التي عنده، وربما يموت بعضهم من الجوع، فليجبره أن يبيع كما يبيع الناس. فإن أبى وخيف على الناس الموت والهلاك والتلف فرقه الإمام على المحتاجين يردون مثله عند زوال الحاجة، يقال افتح المستودع رغما عنك، يا أيها الناس من أراد المحتاج من أراد أن يأخذ ونسجله دينا عليه، ثم يرد قيمته أو مثله. وهذه قيمة المثل مسألة معتبرة في الشريعة، قيمة المثل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء، لأن له حالات كثيرة عوض المثل، وهو أمر لا بد منه في العدل الذي تتم به تتم مصلحة الدنيا والآخرة، فهو من أركان الشريعة. فقيمة المثل وأجرة المثل ومهر المثل هذه أشياء لها عدة مسائل في الشريعة. فيقال مثلا أتلفت شيئا أعطي مثله، أقول ما وجدت في السوق مثل اللي أنا أتلفت، ما وجدت سلعة بيعت من زمان وانتهت من السوق، نقول لابد أن يعوض. طيب كيف يعوض؟ نقول قيمة المثل. طيب واحد عمل له شيئا وصار اختلفوا في الأجرة وما حددوا الأجرة من قبل الاتفاق، قبل العمل ما حددوا أجرة فاختلفوا، فيقال لك يا أيها الصانع أو العامل لك أجرة المثل،
فننظر مثلك في السوق كم يعمل هذا العمل، هذا الحفر، هذا البناء، هذه الإزالة، هذا الإصلاح للخراب، مثلك يعمله بكم؟ يعطى أجرة المثل لحل المشكلة. امرأة ما سمي لها مهر، ما سمي لها مهر، تزوجها بعقد شرعي ولم يسمي المهر، ثم صار خلاف، دخل بها وطلقها، قالت مهري، ما استلمت ولا ريال، قال ما حددنا لك شيء. ايش يعني ما حددنا لك شيء؟ يعني الان خلاص يعني يضيع مهرها؟ فيقال مهر المثل، في مثل سنها وجمالها وطبقتها الاجتماعية وشهادتها وإلى آخره، كم مهر مثلها هذه؟ مهر المثل. فإذا قيمة المثل وأجرة المثل ومهر المثل، هذا يقول كشيخ الإسلام كثير الدوران في كلام العلماء، وهو أمر لا بد منه في العدل الذي تتم به مصلحة الدنيا والآخرة. هناك عقود فاسدة يجب فيها الضمان، مثلا قال وهو متفق عليه بين المسلمين بل وبين أهل الأرض، وهو معنى القسط الذي أرسل الله به الرسل وأنزل فيه الكتب، وهو مقابلة الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها، وهو مثل المسمى العرف والعادة. فالمسمى في العقود نوعان، نوع اعتاده الناس وعرفوه فهو العوض المعروف المعتاد، ونوع نادر لفرط رغبة أو مضرة أو غيرهما ويقال فيه ثمن المثل. فالأصل فيه اختيار الآدميين وإرادتهم ورغبتهم. طيب، انتقل المصنف بعد ذلك إلى قضية الغش في السلع وبيع الغنم، حيث أن هناك بعض الأحيان يبيع بعض الناس الشاة وهي لا يحلبها مدة حتى يجتمع هذا اللبن في ثديها فينتفخ، ويأتي المشتري فيظن هذه الشاة كل يوم مثل هذا، كل يوم تدر ويمتلئ ضرعها هذا الامتلاء، والحقيقة أن هذا ليومين وثلاثة ما حلبها عمدا حتى ينتفخ الثدي، فيظن المشتري أن هذه الشاة كل يوم تكنز وتجمع مثل هذا اللبن في الثدي، فيرفع السعر، فيدفع هذا لأنه يقول إذا كل يوم تجيب لي مثل هذا اللبن الكمية هذه شاة مربحة جيدة. ثم إذا حلبه اشتراه حلبه ضمر الثدي ما امتلأ لا أول يوم ولا ثاني يوم مثل الذي راه، هذه عملية غش تدليس. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا تمر، قال البخاري والتمر أكثر. طب ما معنى لا تصر الإبل؟ لا تصر التصرية أن يصري اللبن في ضرعها، يعني يجمعه في، فتربط أخلافها حتى لا ينزل اللبن ويجتمع في الثدي تدليسا على المشتري. حبس اللبن في الضرع هو التصرية. طيب إذا واحد اشترى الشاة المصراة هذه ما هو الحكم؟ اكتشفها حلب ضمر الثدي ولا رجع مثله إلا بعد أيام، فاكتشف الخدعة. قال عليه الصلاة والسلام فهو بخير النظرين،
يعني يخير المشتري، يقال له ترى الآن أنت تعرضت لعملية غش وتدليس، لك الحرية والخيار بين أن ترد الشاة وتأخذ مالك والثمن الذي دفعته، وبين أن تبقيه عندك، تبقيه عندك وترضى بالشاة بحالها هذه ترضى، فيخير بين الإمساك والرد. فإن اختار الإمساك، طيب تبقيه عندك وترضى بالشاة بحالها هذه ترضى، فيخير بين الإمساك والرد. فإن اختار الإمساك، طيب الحمد لله اختار الإمساك رضي، هذا طبعا لا ينفي أن ذاك عليه إثم البائع. وإن قال أنا لا أريدها سأردها، أنا لو أعرف أنها هكذا ما اشتريتها، أريد مالي، فنقول لك ذلك، رد الشاة وخذ مالك. فإن قال البائع واللبن الذي أخذه وحلبه الآن ما يمكن إرجاعه في الثدي، هذا لبن شاتي، الشاة أخذها بلبن وأرجعها بغير لبن، يأخذ ثمن الشاة الذي دفعه يرجع إليه ماله كاملا، وأنا ترجع إليه شاة ناقصة، فطبعا نقول له نعم، ونقول أنت الظالم، أنت الظالم. لكن لأن الشريعة مبنية على العدل، فلا بد أن يعوضك عن اللبن الذي أخذه حلبه. ما هو التعويض؟ قال صاعا من تمر، وهو مقتضى حديث المسعود الذي يليه، قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي من تمر، من تمر. والحديث الذي قبله قال صاعا من تمر لا سمراء، فما المقصود؟ الصاع النبوي معروف، وهو يقدر بثلاثة كيلوغرامات من البر الجيد، وكذلك من الرز، وهو في الحقيقة أكثر بقليل من الواجب الشرعي. وقوله لا سمراء، السمراء الحنطة الشامية، وكانت أغلى ثمنا من البر الحجازي، يعني هو كله من البر طرح، لكن هذا يأتي من الشام للمدينة يسمى سمراء، سعره أغلى من سعر البر الحجازي، فالسمراء هي الحنطة. فقوله لا سمراء يعني لا يلزم إعطاء الحنطة لأن أغلى من التمر، فقوله ورد معها صاعا من طعام لا سمراء يعني لا يشترط أن يعطي ثمرة، لا يشترط أن يعطي يعني صاعا من أنفس الأطعمة، يكفي صاع من تمر، يكفي أن يكون صاعا من تمر. طبعا النهي عن التصرية يقتضي التحريم، لأنه أكل المال بالباطل فيه غش وتدليس. وإن أمسكها بثمنها الذي وقع عليها العقد عرفنا حكمه، وإن ردها رد معها صاعا من تمر بدل اللبن الذي أخذه، وهذا الصاع ممكن يكون من بر أيضا ولا يلزم أن يكون من أنفس أنواع وهو الحنطة الشامية. والحديث يفيد تحريم التدليس، وأن المدلس عليه المخدوع هو بالخيار، أن يقبل بهذه الصفقة أو أن يفسخ ويرد ويأخذ ثمنه، يرد السلعة ويأخذ الثمن. وقد اعتذر بعض الحنفية عن عدم أخذ إمامهم بالحديث بأعذار باردة، وقولهم يخالف القياس يخالف الأصول ليس بشيء، لأن النص له حرمة، النص الشرعي، ولذلك لا بد من العمل به، وإلا ما فائدة النصوص الشرعية إذا لم يكن ليعمل بها. وكل حديث ثبت وصح ف
فهو أصل برأسه ومعتبر بحكمه في نفسه، فلا يجوز الاعتراض عليه ولا إلغاؤه ولا ترك العمل به ولا إبطاله، لأن هذا أصل يعتبر أصل بنفسه، أصل حديث صحيح أصل بنفسه يعمل بالأصول ويعمل بالأصول، ولذلك فلا بد من الرضوخ له. طيب البائع ما حكمه؟ نقول البائع الآن ما له خيار، البائع يرضى بما يختار المشتري، إذا المشتري اختار الإمساك يسقط البائع، المشتري اختار الرد يقبل البائع، البائع ليس له خيار. من القصص المشهورة في عمليات في الغش الذي حصل في الغش، القصص المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة صاحب الصبرة، صبرة الطعام. والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام سيراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. ما هي الصبرة؟ الكومة من الطعام وغيره. سميت صبرة لأن بعضها يفرغ على بعض ويكوم بعضها فوق بعض، صارت كومة صبرة من طعام. مر النبي عليه الصلاة والسلام على صبرة من طعام فأدخل يده فيها إلى الأسفل تحت، فنالت أصابعه بللا وندى ورطوبة، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ تجعل الجاف فوق والرطب تحت الذي أصابه الماء، ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني مطر نازل من السماء البلل. قال أفلا جعلته فوق الطعام سيراه الناس؟ يروا هذا المشبع الطعام بالماء أو الذي أصابته الماء، أصابه الماء وربما حدث فيه تغير أو حدث فيه تلف. أعطونا مثال على أشياء من الأطعمة إذا أصابها الماء أو من الثمار أو من المأكولات، يعني إذا أصابها الماء يتلفها أو تنقص قيمتها. مثل إيش؟ التمر الجاف. طيب غير القمح، إذا أصابه الماء ماذا يحدث له؟ ينفش. بعدين يعني ما وجه النقص؟ ايوه، ممكن ان يزداد في الوزن فيصير الصاع منها مثل الرز. الرز الان ايش الفرق بين الرز الناشف والرز المطبوخ؟ هذا طبخ بالماء انتفش وقد يصيبه العفونة نتيجة البلل، هذا الماء يسرع إليه العفونة ويدخل فيه السوس ويصير له رائحة كريهة. فإذا يعتبر وضعه في الأسفل غش. كذلك هؤلاء الآن أصحاب صناديق الخضروات والفواكه لازم يحط الصغير تحت والكبير فوق، أو يحط القديم تحت والجديد فوق، أو يحط الذي فيه خراب وعفونة تحت والسليم فوق. لهم أساليب متعددة، يندر أنك تجد كرتون فاكهة أو طعام تحت مثل فوق، إلا يحطوا أشياء تحت غير الذي فوق، فإذا كشفته وجدت أشياء أخرى، وأنت تدفع السعر ظانا منك أن ما تحت مثل اللي فوق. ولذلك قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. من غش، الغشش الماء المكدر
يسمى غشش. والغش عكس النصح، والغش ينطوي على غدر وخديعة، والجمع غشاء وجمعه غششة غششة. وهذا الذي يقوم بالعمل غاش وصيغة المبالغة غشاش، وهؤلاء الغاشون والغشاشون والغششة منتشرون في المجتمع. والحديث فيه وعيد، قال: من غش فليس مني، لا على طريقتي ولا اهتدى بهدي ولا وافق سنتي بل خرج عنها. وهذا الغش محرم في كل البيوع والمعاملات. يعني ممكن يحدث النكاح غش، يخرجون له أختها عند الخطبة، يمكن تكون أجمل منها، أطول منها، أبيض منها، وإذا جاء للعقد أتوا بالأخرى وهو وافق على أساس أنها تلك. غش غش. هذا ليس يعني هذا ليس إثم، ما في إثم على البائع، لكن يمكن أن ترجع عليه فتقول إن سلعتك فاسدة، فممكن يعاد بخيار العيب، يعاد بخيار العيب، يرده البائع خيار مجرد بالغش، وإنما من باب آخر الآن لا يجب عليه رده بالغش، ما غش، هو مثل ما اشترى مثل ما باع، لكن ممكن يعاد عليه من باب آخر، وهو خيار الرد بالعيب، أن المشتري له الحق إذا اكتشف السلعة معيبة أن يردها، إذا اكتشف سلعة خربان أن يردها، معطلة أن يردها، جهاز معطل، محرك معطل، سيارة فيها خراب، هكذا يشتري بطيخا فيكون من الداخل فاسدا، أو شيء فيه دود مثلا، اكتشف أن فيه هذه الآفة، إذا يجوز له الرد بخيار العيب أن يرده. البائع إذا ما كان يعلم ما عليه إثم لما باع، لأنه ما يدري، لكن يجب عليه أن يعيد السلعة إذا عرف أنه باعه شيئا تالفا أو فاسدا أو متعفنا، فيلزمه أن يرد، يقول هات السلعة خذ المال. نعم. لا، مندوب المبيعات مكلف أن يبين السلبيات أيضا وليس فقط الإيجابيات، فيقول هذه السلعة مميزاتها وهذا الجهاز مميزاته كذا 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 كذا، لكن ترى لو اشتغل ساعتين متواليتين ممكن ترتفع حرارة يخرب، هذا الجهاز يشتغل على خط 110 فقط 220 ما يتحمل مثلا، هذا فيه كذا، يبين إيش ما هي سلبيات هذه السلعة إذا كان لها عيوب أو سلبيات، مثلا هذا مثلا بعد فترة ممكن يعني الماء يتسرب منه الماء، فيبين هذا مع الوقت ترى يتغير لونه، ترى هذا الرخام مع الوقت ممكن يتغير لونه، هذا ممكن يتفسخ، هذا ممكن يحدث كذا، يبين ما يعرفه مما يحدث مما يتوقع من عيوب السلعة. وإذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما ببيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالكتمان هذا أن يسكت عما يعلمه في السلعة من العيوب، أن يسكت لا يجوز له ذلك، وهذا مما يمحق البركة في البيع، فيأخذ مالا بلا بركة. سكر في ماء، هذا عبارة باطلة لا تسمن ولا تغني،
فإذا أراد أن يبيع سيارة وفيها علل، جاء وقال للمشتري ما في فحص، اعتبرها كومة حديد، أبيعك سكر في ماء. هذه عبارة لا تنفع، لأن المشتري يمكن يتوقع معنى السكر في ماء أنه خراب إلى درجة معينة، وإذا تطلع السكر في ماء ولا الملح في ماء يطلع فيها كذا وكذا وكذا وأشياء كثيرة فيها ما كان منتبه له ولا متحسب ولا يظن أنها تبلغ بهذا السوء. ولذلك لا تنفع مثل هذه العبارة، أبيعك سكر في ماء يعني أخليت مسؤوليتي، لا بد أن تبين السيارة ماذا يوجد فيها من العيوب. يعني أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبين، لا بد أن يبين إذا أراد البركة في البيع، لا بد أن يبين. هو يقول إذا بينت ما اشتروا سلعتي، إذا بينت طاح سعر السلعة. يقول طيب إذا هذا ما تساوي حقيقة، فلماذا تغضب؟ ارضى بما قسم الله ولو بالرزق، ولو كان ربح قليلا. ربح قليل على تبيين للمشتري ونصح أمانة خير من ربح كثير على غش للمشتري وكتمان للعيوب وتدليس. فالغش على أي حال محرم في سائر المعاملات، سواء كان إجارة أو نكاح، بيع أو شراء أو غير ذلك. الرهن أحيانا، الرهن يكون فيه غش. كيف؟ يقول أريد أن أقترض منك قرضا، يقول طيب أعطني رهن. أنت الآن لو ما أعدت مالي أنا كيف أعيد مالي؟ قال طيب عندي قطعة أرض في مكان ممتاز بسعر مقدر كذا، خذها رهن. فوثق به فأخذه الرهن، أخذ السلعة الأرض رهن. لما جاء موعد السداد قال مالي؟ قال والله أنا خسرت والمال راح والآن لا أستطيع أن أسدد شيئا. قال إذا ما رجعت فلوسي في الوقت المحدد سأبيع الرهن وأخذ حقي. قال ما عندي قدرة. لما ذهب ذاك ليبيع الرهن اكتشف أن الرهن هذا ما يسوى خمس القيمة التي أوهمه بها في الأول، وبناء عليه أقرضه، وإذا بالأرض في موقع سيء وغير مرغوبة، والدفان اللي فيها دفان سيء مدفونة بطريقة سيئة. طالع المسألة فيها غش، باعه أرض. لما جاء يحفر أساسات يضع أساسات البيت وإذا الأرض مدفونة تحت كفرات قديمة وحديد مصدي وأشياء. الآن هذا يحتاج يشيل هذه ويستخرجها ويطلعها ويأتي برمل نظيف ويدفن يعمل وهذه عملية مكلفة. فالآن الغش في الأراضي أيضا، أتوقع راح يشتري أرض يحصلها من تحت، ما يعني من أول كان الواحد يعني يكتشف الغش في الثمار، الآن صار في غش تحت الأرض، الأرض نفسها مغشوشة. فألوان الغش وصوره كثيرة جدا. فلنستعرض وإياكم شيئا من أنواع الغش في الصناعات وفي الأعمال وفي السلع الموجودة. فقد يكون الغش مثلا بكتابة أن السلعة من مكان كذا وهي من مكان آخر، فيكتب عليها صنعت في إيطاليا وهي في الحقيقة صنعت في لبنان، أو يقول صنعت في اليابان وهي الحقيقة أنها صنعت في كوريا مثلا. أن تخشى السلعة بأشياء تبدو منفوشة ومنفوخة، تصر هذه الشاة كما تصر هذه الشاة،
أن تدفن الأرض بهذه الأشياء، أن يجعل الصغير تحت والكبير فوق، ويجعل القديم تحت والجديد فوق، يباع القماش مثلا على أن العرض عرضين، ثم يكتشف المشتري أن العرض عرض واحد، لأن لفة القماش لها عرض معين، فيبيع على أن العرض كذا، إذا به يكتشف أن العرض غير، يبيعه المحرك على أنه 110-220 ثم يكتشف أنه 110 فقط، يبيعه مثلا على أنه هذا مقاوم للصدأ، ستانلس ستيل مقاوم للصدأ، فإذا بها تصدأ بعد مدة يسيرة، ويبيعه مثلا هذه السلعة على أن البطاريات التي فيها تتحمل هذه 2 سنين ما تغير، بعد شهر بعد نصف شهر إذا بها البطاريات صارت فارغة، كيف؟ ما أمثلة أخرى على الغش اليوم في السلع؟ كيف؟ يعني هذا من التلاعب بالألفاظ، التقليد الأصلي. طيب غيره؟ أيوة أنه يعني يجعل السيارة فيها إصلاح لصدمة لا يبينها عند البيع أنها مصدومة وصلع، وإنما تباع على أنها ما صار لها حادث من قبل. غيره؟ هذه ذكرناها ميد إن. طيب غيره؟ قطع الغيار فيها غش الأصلي والتقليد كما يقولون. غيره؟ حرف، يغير حرف في اسم السلعة لتشابه اسم سلعة أخرى اسما آخر معروف أجود. ما ينتبه لهذا العامي، مثلا نقول ماكسل، هذا مثلا ماركة في الأشرطة، فيجي هو يبيع ماكسويل، ماكسويل حط دبليو زيادة، وهذا لما يأتي ما يعني يظن أن هذه هي هذه، وهكذا يزيد حرف في الاسم ليشابه اسم ماركة أخرى جيدة مشهورة، مع أن هذه أردأ منها بكثير، أو أنه يجعل لون العلبة مثل لون السلعة تلك، علبة السلعة المشهورة، حتى إذا نظر إليها العامي أو المسكين أو اللي في غفلة أو المستعجل ظنها هذه نفسها هذه، لأن الآن السلع تغلف بطريقة معينة، فهو يجعل التغليفة مشابهة لتلك، ومع أنها هذه أردى وأقل، فيظن من طريقة التغليف أنها هي. غيره؟ يعني هنا مثلا يقول أجرينا لك التحاليل الفلانية، ويكون العينات أخذت ورميت في الزبالة، وحط من عنده المختبر أرقام كل شيء طبيعي، ما عليك للعافية، فقد يغشون في نتائج التحاليل ولا يفحص فحصا جيدا ولا يحلل تحليلا جيدا. ما يقول
أصحاب الحملات ممكن يعطي مواصفات، يقول المخيم فيه كذا وكذا قريب من الجمرات، وإذا به في آخر الدنيا خارج منها على حدود منها، فممكن يكون يعني يكذب عليهم ويغشهم في ذكر أشياء وصفات وخدمات مهم غير موجودة. حافلات مكيفة مع سائقين مهرة، وإذا الحافلات مكيفة كربانة والسائق يحتاج إلى من يدله على الطريق. يعني التلاعب في الفواتير، الكذب في الأسعار والتلاعب في الفواتير، ومن الغش ما ورد في قصة المرأة المشهورة في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه: قومي إلى هذا اللبن فشيبيه بالماء، فمذقيه بالماء، اخلطيه بالماء. قالت إن أمير المؤمنين نهى أن يشاب اللبن بالماء. قالت إن أمير المؤمنين لا يرانا. قالت إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن الله يرانا. فهذا خلط اللبن بالماء غش. نعم، زمزم ممكن يبيع زمزم ويخلط معه ماء آخر. أنواع الجنود ممكن يحصل فيها غش، يقول هذا جلد تمساح وجلد ثعبان وجلده جلد كلب مدبوح. إيش؟ يعطي البقر إيش؟ مكعبات إيش؟ مكعبات ملح علشان يصير اللبن يعني لبن البقر أو حليب البقر يعني أصلا ينزل مغشوش مثل إيه. طبعا يحط دبسي للنحل فيطلع العسل، يقول هذا أزهار طبيعية، عسل أزهار الغابة. أصلا النحل في مناطق ما في شيء اسمه غابة، حط دبسي للنحل. فإذا فيه ممكن يعني نعم في شيء مثال آخر إيش؟ يخلط الأغنام على أنها من النوع المعين، وهي مثلا يأتي بنوع مثلا من الصين أو أستراليا، لونه لون الجلد لون الرأس لون كذا، فيه أليات مشابه نوعا آخر مرغوبا محليا مثلا، ويقول هذا من البادية. أي بادية؟ بادية التبت. استغفر. ماذا يبيع المثلج؟ يبيع أن على أنه بلدي، على أنه ثم هو مثلج. نعم. فالمهم صور الغش إذن كثيرة جدا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، هذه عبارة جامعة بليغة تشمل أشياء كثيرة جدا من أنواع الغش الموجود، تشمل كل أنواع الغش الموجود في العالم، كل أنواع الغش الموجود في العالم. والغش قد يكون في الصناعات، وقد يكون في الأعمال المهنية، مثل المقاول أحيانا تمر واحد ترى كيف يبنون البيوت، أحيانا بعض المقاولين يضع لك مع الخلطة رمل غير الرمل الذي المناسب لأن يتماسك مثلا هذا التلييس على الجدار، فبعد ما تسكن بيوم شهر شهرين إذا بهذه تتساقط مثلا، يتساقط الطلاء والهذا من الجدار ومن السقف، يضع مواد كهربائية مغشوشة سرعان ما تحترق مثلا، ما تتحمل حرارة، يضع في الجدار أحيانا يحشوه أو بأكياس
الأكياس، ورق الأكياس يجعله في الجدار، أو يقول عملت لك عازل وما في عازل، أو عازل كذا وهو عازل من نوع ثاني. لا، ربما يعرف المشتري أن هذا منسوخ، يعرف أنه منسوخ، لكنه قد يدخل في الإضرار بالمنتج الأصلي الذي تعب عليه، وهذه مسألة أخرى. لكنه إذا باع ما المنسوخ على أنه أصلي، هذا يعتبر غشا، لأن المنسوخ هذا ممكن يكون فيه خراب، عطل. نعم، الذي يغش في الاختبارات ويحصل على شهادة ويتوظف في الشهادة وهو لا يدري عن التخصص الذي أخذ فيه شهادة، أخذ شهادة اشتراها بمال وجاء توظف فيها واشتغل فيها. ايش؟ ما هو قد يعني يبقى المدة ولا لا يفسد، يعني ما دام في الضرع. لكن العلة في هذا الانتفاخ الذي يظن أن كل يوم تخزن مثل هذه الكمية وتنتج مثل هذه الكمية، إذن الغش ممكن يكون في الأعمال وفي الصناعات وفي المعاملات وفي الزواج والنكاح والإجارة والرهن وفي الأعمال المهنية وفي العقود، وكل ذلك محرم لا يجوز، وخيانة للمسلمين وظلم للنفس وظلم للغير وأكل للحرم. هو إذا عرف أن الناقة مريضة، عرف بين له أن مريضة، فرضي أن يشتريها، وهو ليس إنسانا مغفلا ولا ساذجا، إنسان عاقل. لأن يعني بعض الناس يشتري ولكنه يغرر به بسهولة، يعني من سذاجته وخفة عقله. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أصابته ضربة في رأسه فصار يخدع في البيع؟ يعني أصاب تغير عقله فقال إذا بيعت فقل لا خلابة، يعني لا خداع، يذكر يعظ البائع الباعة أن لا يخدعه، يقول انتبه لا تخدعني، أنا إنسان أخدع في البيع. قبل أن يحفظ العبارة هذه يروح يشتري من السوق يقول لا تخدعني، لأن أنا عندي ضعفا في العقل أو نقصا في الفهم فأخدع. إذن إذا بين له وكان رجلا عاقلا ليس ساذجا ولا مغفلا، بينت له الحقيقة أن هذه الشام الناقة مريضة، قال خلاص أنا أشتريها وهي مريضة وراضي بالمرض وعارف المرض، يعرف المرض فاشترى. فإذا رضي بذلك ويعلم حالها فهي جائز. إيه جائز، إنه قد يقول أخذها أشتريها، فإذا سلمت بعتها بثمن مرتفع، وإذا ما سلمت أنا راض بالخسارة. فالآن هذه ما هي عملية حظ وعملية مقامرة، لأنه يشتري شيئا معلوما معروفا حاله، معروف الحال، هذه شاة هذه مريضة. تقولون أي نعم، إذا قالوا هذه زيادة في الراتب لأجل الشهادة، إذا جبت شهادة جامعية نزيد لك الراتب، جاب شهادة جامعية مزورة أخذ زيادة محرمة عليه ليست من حقه، ويجب عليه أن يعود إليهم وأن يصارحهم ويصدقهم القول ويقول كذا الحقيقة، ويتحمل كل ما يأتي، استعين تحمل ما يأتي عليه من الأذى، ولا يجوز أن يأخذ الزيادة المجعولة للشهادة، لأن الشهادة وجودها كعدمها في هذه الحالة. نعم،
ليس للربح حد محدود في الإسلام، ليس للربح حد محدود، فيجوز أن يربح 10% و50% و100%، لا ما في حرج. يشتري أرض وبعدين يجيها شوارع ومشروع وترتفع تقفز، أحيانا أراضي تقفز 4 أضعاف و5 أضعاف و10 أضعاف، تكون مثلا في مكان نائي ويصير بجانبها مشروع مثلا نفط، مشروع مصنع كذا، فترتفع تقفز، يفتح المطار تقفز الأسعار. فلا تحدي الشريعة يقول لا انت كم شريت، شريت المتر ب100 ما تربح أكثر من 150، ولا ما في حد محدود للربح، يربح كيف يشاء بشرط أن لا يغش المشتري، لأن بعضهم يرفع السعر ليظن المشتري أنه أصلية، يقول أكيد ما صارت بالسعر هذا إلا، فيشتري شيء مثلا ب20 ويضع عليه السعر 700، فيأتي هذا المشتري يقول 700 أكيد هذه أصلية. هذا الرفع إذا كان ينتج عنه غش وتدليس لا يجوز، لكن إذا كانت الحقيقة معلومة للمشتري، قال هذه سلعتي أنا أريد أن أبيعها بك، أنا حر، سلعة تريد أن أربح فيها هذا المقدار، تبغى تريد أخذها، لا تريد أتركها. فإذا ليس هناك حد محدود، ليس هناك حد محدود للربح في الإسلام. طيب إذا صار البيان موجودا لا مانع، ممكن تشتري سعر متر أرض بمتر ب100 وبعد مدة تصبر عليها ويصير متر ب1000، ممكن. هذا كثير يعني عند الناس، يعني كثير اشتروا أراضي في مناطق ثم صارت مشاريع وأشياء وقامت أسواق وفتحت طرق وشوارع ومنشآت بجانبها وارتفعت الأسعار، اكتشف تحتها نفط، هذه خطأ. فلذلك هذا رزق الله، يعني هذا رزق الله، واحد اشترى شيء ما يدري ان تحته كنز ولا يدري انه سيأتيه، ورزق الله ساقه الله اليه. طيب